وانطلقت الآن الجياد في شوطها الثاني على جائزة ماجد بن مرعيد السبيعي رحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز. طيب الله ترى هذا الشوط لجياد وفراس الإنتاج السعودي عمره سنتين التي لم تكسب، ويقام على مسافة 1200 متر، قيمة الجائزة 27,000 ريال، وانطلاقة سريعة من قبل الجياد في هذا الشوط، والصدارة لنور عيني في المركز الأول. متابعة من عدة جياد و أشاهد معكال وأيضا باذخ ومن الداخل منتشر في هذه اللحظات، مع محاولات من قبل سيف البرقة من الخارج، والصدارة لنور عيني في المركز الأول. تقترب الآن الجياد وتأخذ المنعطف الأخير وباتجاه خط النهاية، ونور عيني في المركز الأول منتشر باللهوم، يحاول أن يتقدم وينافس، والصدارة لنور عيني مع نواف الفيروز في المركز الأول منفرد بالصدارة. وآخر 200 متر في هذا الشوط، نور عيني ابن الفحل ورد الشام في المركز الأول، محاولات من منتشر للحاق بنور عيني المتصدر في هذه اللحظات والواصل إلى خط النهاية معلن فوزه بالمركز الأول. ألف مبروك.